رأيكم؟ شباب عاملين ايه؟ هنتكلم دلوقتي عن موضوع مهم جدا، كان من شهر بالظبط، هو حديث الفتنس كله، ازاي اللي حصل. هنتكلم من ناحية طبية، تستفيدوا في معلومات مهمة جدا. أي حد هياخد تراك الاسترويدز أو هياخد كومبيتيشنز أو هينمي تنشيف جامد جدا، التوبيك ده مهم أوي ليكوا. أولا كده أنا كابتن عمر فيصل معاكوا، برضه دكتور في نفس الوقت، الموضوع من ناحية طبية ومن ناحية فيتنس كمان. من ناحية طبية بس، هو مات بإيه أصلا؟ الأوتوبيسي بتقول إن هو مات بالكاروتيد أنيوريزم، بمعنى إن حصل له تضخم في الأوعية اللي في الرقبة، الأوعية اللي هنا دي في الرقبة هنا حصل له فيها تضخم جامد جدا، فده أدى إن هو الأوعية دي من كتر ما بيحصل لها تضخم بتفرقع مرة واحدة. الكلام ده طبعا بيوطي الضغط جامد جدا، فبيحصل له حاجة من الشوك، أو إن هو مثلا خلاص يعني مفيش دم واصل للمخ ولا أي حتة، فبيموت طبعا. ازاي بقى نحمي نفسنا احنا؟ نلعب رياضة او لا؟ مهم جدا جدا ان احنا نقيس الضغط. الضغط الطبيعي 120 80 جامد جدا. مهم ان احنا كل وقت، كل فين وفين كده، خصوصا مع كبر السن او كده، ان احنا نعمل تحليل اسمه الترا ساوند او دوبلكس. اسمه دوبلكس مهم قوي، ده في الرقبة بيورينا بقى لو في انيوريزم، في اي حاجة. والموضوع ده اصلا جزء منه كبير جدا وراثي، مهم جدا ان احنا نشوف مثلا هل الموضوع ده في عيلتنا ولا لا. في ناس مثلا حصل لهم موت مفاجئ مثلا، فموضوع جدا مهم يعني ان في وراثه. الضغط والاسترويدز برضو مهمه في الحته دي. ليه بقى؟ لان الاسترويدز اصلا بتعلي الضغط. انت مثلا عندك عامل وراثي وخدت استرويدز، ضغطك هيعلى جامد جدا، فساعتها مش الموضوع هيبقى ازيد بكتير. مهم طبعا ان احنا نشوف الكوليسترول، نشوف الدهون، الكلام ده كله، الحاجات دي اصلا ممكن هي اللي تؤدي للانيوريزم اصلا. مهم جدا ان نحمي نفسنا من الكلام ده كله. انا شايف في حاله جو ليندر اهم سبب طبعا ادى للموضوع ده الوراثه، بعدها يجي فكره الاسترويدز اللي علت الضغط شويه. جزء مهم جدا الناس مش مركزه فيه، ومعظم الناس ما اتكلمتش عنه، ان هو كان لين قوي طول السنه. طول السنه كانت 6% و5% و4% و8%، طول السنه على فكره مش طبيعي وصعب جدا، ومفيش اي حد طبيعي هيقدر يعملها. فهو كان بيعمل ايه بقى؟ كان بيجوع نفسه، بيشرب قهوة 9 مرات في اليوم أو 10، كان بياخد ستيمولنتس، أبيتايت سبريسنتس، حاجات تشد الشهية. كل ده طبعا أدى إلى إن هو في الآخر يعني توفى بسبب بسيط جدا. يعني أنت لو هتاخد كافي كتير جدا، هتاخد ستيمولنتس كتير جدا، الضغط هيعلى. فده فأنه إن هو لو أنت عندك في وراثتك إن أنت ممكن يجيلك أنيوريزم، هيزود الموضوع. في الآخر بالنسبة لي الأنيوريزم هي كده مثلا، أنا الضغط عمال يضغط عليها يضغط عليها، في مرة هيفرق، لما يطلع بس يجيلك شوك كده ممكن مات. فنقطة مهمة جدا إن إحنا لازم كل حاجة برضو بالعقل، ويبقى في بالانس. مش لازم أجيب الحاجة لحد آخرها، مش لازم أبقى رفيع طول السنة، مش لازم أبقى ناشف طول السنة. حتى لو أنا باخد استرويدز ممكن شوية كده وشوية كده، مش لازم آخد أشرب قهوة 9 مرات في اليوم أو 10، مش لازم آخد استرويدز قوية جدا، مش لازم مثلا أزود الدهون في أكلي قوي، لازم أقيس